وصل صوتك. نغسلكم بسرعة الكلام اللي تقال في الجزء الأول، الكلام اللي تقال حول الكلام اللي قالته ليلى بن علي في كتاب حقيقتي. الأمر جاء وهذا معناتها الواضح حسب الكتاب وأكد سيد كامل مرجان من الوزير الأول وقت سيد محمد الغنوشي، وهو نفذ الأمر ثم وقع سحب معناتها الخارجية، بعثت للدول الكل باش تسحب هذايا، وقال أنه كان ينجم يسافر لأي بلاد من غير باسبور، ماهيش حكاية كبيرة برشا. دونك بالنسبة للخيانة العظمى، قال التهمة ماهيش موجودة ولم يقع استدعائي في أي مكان. اليوم مش نحكيه على مبادرة سيد باجي قايد السبسي، يبدو حسينا أنه فما تراجع على انضمامك للمبادرة هذه. لا، ما أنا دائما نحب نعود كلامي الحقيقة بكل تقدير سي الباجي ومعنى اللي مقام به وتاريخه النضالي الكبير، وفي الحكومة سواء كان مع الرئيس بورقيبة ولا معنا في المدة الأخيرة. ما نعرفش علاش موجودة الفكرة هذه. احنا لم نأخذ قرار في هذا كحزب. الشيء اللي كنا متوقعينه وكنا نتمناه انه سي الباجي يكون على رأس جبهة وطنية، وبطبيعة الحال كنا نلقاو معناها مكاننا في جبهة وطنية حداثية إلى غير ذلك، كيفنا كي أحزاب أخرى. ما نحبش نأكد كان على حزب المبادرة، نعرف أن أحزاب أخرى عندها نفس الموقف ونفس التمشي. لما تقرر أن يكون هناك تكوين حزب جديد، قلنا له الكلام هذا سي الباجي، قلت له بالحرف الواحد أنه لما باش تكون حزب باش تكون رئيس حزب ككل الأحزاب الأخرى، وقتها يفرض علينا أنه نحلوا أحزابنا ومش ندخلوا في حزب اللي ربما معناها مش مرغوب فينا باش نكونوا فيه، لأنه تحملنا مسؤوليات في معناها مع التجمع إلى غير ذلك. فالأمور بالفعل مش واضحة، ولكن نحب نأكد مرة أخرى للسادة المستمعين أنه ما زلنا ما أخذناش قرار. حزبنا مازال متواصل عن اجتماعاتنا، ونضالنا مازال متواصل، وسيكون لنا اجتماع ان شاء الله يوم السبت القادم، يوم الاحد القادم، مع كل منسقينا في الجهات، والعمل متاعنا متواصل، وسنأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب حسب ما نراه في مصلحة البلاد ومصلحة حزبنا، وبالتشاور مع كل الاحزاب اللي احنا وياها عنا نفس التمشي، سواء كانت معناها مهما كانت مرجعيتها وسطية ولا يسارية ولا أي مكان. هو قد يكون نداء تونس أخذ قرار، بما أنه فما نقد جديد توجه نداء تونس باعتباره الحزب الذي يريد إعادة التجمعين، وكان سيد طيب بكوش في مكانك هنا وقال أنه لن يكون هناك أي شخص تحمل مسؤولية في التجمع داخل نداء تونس. يعني قد يكون نداء تونس هو اللي يتخلى على الأحزاب. لا، هذا هم أحرار في القرار اللي باش يأخذوه، بطبيعة الحال مش نفرض عليهم شيء، ولكن بودنا فقط أنه الخطاب يكون واضح من كل الأطراف، وخاصة من المسؤولين في الهيئة التأسيسية متاع الحزب هذا، باش الأمور تكون واضحة. يا إما يحبوا التجمعين، لأنه خليني نكون مرة أخرى، التجمعين كيفهم ككل مناضلي ومعنى أعضاء أحزاب فيهم الباهي وفيهم المش باهي، وما يلزمش نفكروا دائما بالمعنى السلبي. معناها الوطنيين موجودين في كل الأحزاب، وبالتالي إذا كان فما قرار أنه كل من تحمل مسؤولية على أي مستوى كان، وقتها ما بقيناش عندوش باش نلوموا على معناها الأعضاء المجلس التأسيسي اللي قدموا مشروع معناها قانون باش يخرجوا إقصاء كامل. وقت عادي إذا كان خلينا نفهموا أنه الناس الكل مع هذا الإقصاء، وقتها ناخذوا قرارنا، وربما نولي نخموا باش نمشيوا حتى احنا في بلدان أخرى إذا كان ما عندش عنا كمواطنين مكان في هذه البلاد. واضح، معناتها لازم أكثر وضوح بالنسبة للخطاب. قد تكون ردة فعل على الانتقادات اللي توجهت للحزب، معناتها ردة فعل يحمي الحزب من الانتقادات الكبيرة اللي توجهت. لا، أنا هذا نتفهمه، ولكن بودي كذلك أن الوقت اليوم كما قلت ما يزينا من الكلام، معناها كما كنا نتكلموا في الموضوع الآخر، خلينا نخموا في مستقبل تونس، ومستقبل تونس قلتها ونعودها من نجم المنيوه إلا بحد أدنى من الوفاق بين كل الأطراف، لأن بلادنا ما تنجمش تواصل فيها الضبابية هذه اللي قاعدين عايشين فيها، والمسؤولين عليها مش فقط الحكومة، مسؤولين عليها بكلنا. ولكن سيد كامل مرجان، فما شعبيا رفض كبير لعودة التجمعين، معناتها نشوفوا معناتها في الصحافة في الانترنت يقولوا انه التجمعين معناتها ما يلزمش يرجعوا في الانتخابات هذه، وقد ينبئنا انه حتى كان يتم ترشح فانه الحظوظ مش بتكون كبيرة. سيدي ما شوف، يا ما احنا عندنا ديمقراطية ولا ما عندناش،
معناها اعتقد انه القرار يبقى للشعب ومش اللي باش نشوفوه على الانترنت ولا نشوفوه في بعض التصريحات للاعلام او غيرها. كل انسان يتحمل مسؤوليته. من قال لكم انه التجمعين اللي كانوا مسؤولين في مستوى عالي باش يترشحوا هما بنفسهم؟ احنا عندنا واجب هو فرض الذات، لان لا اعتقد انه من الطبيعي باش ناس اللي عاشوا في الحزب الدستوري وعاشوا في حتى في التجمع، لانه هي مواصله للحركه الدستوريه والحزب الحر الدستوري والحزب الاشتراكي الدستوري. الناس هذم خدموا البلاد، الناس هذم معناها اعطاوا لتونس من وقتهم من حياتهم، من الشهداء اللي ماتوا من الدستوريين الله معناها ربي يعلم قداش، كل هذم احنا اعتقد انه من واجبنا باش يبقى عندهم مكانهم في تاريخ تونس، في الذاكرة التونسية. بقى الشعب التونسي بأجياله الجديدة بشبابه وبالنسبة للمستقبل يقرر إذا كان مش يعطي مكان الناس اللي كانوا قبل في التجمع أو في الحزب الحر الدستوري التونسي ولا ما كانوش، وعلاش نحكمه مسبقا؟ وشكون قال لكم مناوين باش يكونوا هما في السلطة؟ معناها احنا اليوم رغم كل الصعوبات حزب المبادرة جاب 130 ألف صوت، بينما ما خلوناش نترشحوا في عديد من الدائرات الانتخابية. خلي ما نتكلموا على ديمقراطية، خليها ديمقراطية. لأنه أحمد شفيق وقت اللي جاب نصف أصوات الناخبين تقريبا يعني الفرق طفيف، يخلي معناتها معنوياتكم تطلع. شو ما يشوف كل بلاد ورطالها، قال تقول الوالدة الله يذكرها بالخير. دونك ما نحبش أنا نعمل أي مقارنة مع أي دولة أخرى مهما كانت دولة شقيقة وقريبة لنا، لأنه طبيعة الحال العوامل مش هي نفسها والمؤثرات مش هي نفسها والأوضاع مش هي نفسها. وما نفكرش أبدا أنا في هذا. احنا اليوم عنا حزب، عنا إمكانيات للتحالف وللتآلف مع أحزاب أخرى خدمة لتونس في الاتجاه اللي احنا نراوه ونؤمن به لمصلحة بلادنا، ونخليه القرارات هذه للشعب التونسي. إذا كان قررنا نهار من نهارات باش نترشحوا ولا باش نخلي الشعب هو اللي يحكم، ومهما كانت النتيجة الديمقراطية تقتضي والفكر الديمقراطي يقتضي أن نقبلها ونتعداو الفترة اللي كنا ربما الناس الكل ما كناش نفهموا حتى الديمقراطية كيفاش تقع ممارستها. سؤال أخير سيد كامل مرجان، رأيك في قضية تسليم سيد البغدادي المحمودي اللي هي قضية ساعة اليوم في تونس؟ تعرف أننا عديت حياتي ما يقارب على 20 سنة في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالتالي موضوع هذا أنا عندي أحساس به، أحساس ربما شخصي ومعناها داخلي. أعتقد ونوزن كلامي كما يقولوا أنه ما حصل يوم الأحد في رأيي قرار غير شرعي، غير شرعي فعلا، ولن يذكر لتونس معناها خاصة تونس الثورة وتونس التجديد اللي قاعدين نعملوا فيه. يعتبر في رأيي خرق للقوانين، القوانين الدولية، للقانون التونسي، للتقاليد حتى العربية الإسلامية. أنا حتى في الجاهلية أنا العرب عرفوا خاصة في الجزيرة العربية تقليد اسمه الاستجارة، معناها لما حد يستجير بيك تعطيه معناها معروفة مش. وبالتالي ما نحبش ندخل في الفصل 14 بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تاع 10 ديسمبر 1948 اللي حق لكل إنسان في طلب اللجوء والحصول عليه في بلد آخر، معناها هذا حق من حقوقه. علاش هالتسرع هذا؟ كنا نجم نستناو حتى الوضع معناها يكون في ليبيا أوضح، وفما ماشيين في انتخابات وماشيين في مؤسسة جديدة باش تحمل مسؤولياتها، باش نعرضوا حياة الشخص هذا اللي اختر. كان ثم فكرة ربما أنه كما صارت في دول أخرى في 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 الكونغو في 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 الكوت ديفوار، انه المسؤولين قدموهم للمحكمة الدولية. والحقيقة ما نفهمش، وخاصة الشيء اللي يؤسفني انه مؤسسات الدولة اللي المفروض تكون تتعاون واللي تكون كيفاش نعملوا شيء ضد القانون ومخالف لما يلزمه القانون، وانه نسلموه مش فقط نسلموه حتى في ليبيا، سلمناه على التراب الوطني. حقيقة شيء مؤسف جدا، وكلنا نعرف ما هو الوضع، وان شاء الله فقط معناها بطريقة
معناها إنسانية على الأقل يقع معاملته، ولكن احنا معناها خايفين. وأنا الحقيقة عرفته شخصيا معناها سي محمود بغدادي. وما نساوش كذلك، ما نحبش هذه ما تدخلش لا في القانون ولا في أي اعتبارات أخرى، لكن ما نساوش اللي هو قريب منا، معناها ينجم يكون هو نصف تونسي إلى حد ما، لأنه جاي هو من قبيلة اللي هي عندها نصفها في تونس ونصفها في ليبيا. على الأقل كان هذا نجم ناخذوه بعين الاعتبار، وما يصيرش معنا ما يصيرش أمر شيء من نوع آخر.